منهن وظل طبع بي وحصلت الصديق الزين وابن الزين عاشرته وقلت خلق عد فيا لقيت اللي يوصل ويتعب على الصحبان وفاتح باب بيته للعزوبية اخو هوبا لقيته وقمت اكشخ بيه مثل كشخة عقاله وعلى جفي اخو هوبا لقيته وقمت اكشخ بيه مثل كشخة عقاله وعلى جفي هنا يا الراي صاحب هاي الراي صاحب ولا الاخوات هوبا اذا هوشت مهاوي هوشنا وراك ازعلت مره ويا اخوتي ان شاء الله ان شاء الله ترغب حياته وعيش بيها اي لا راحتك بس خلي اكمل هاي درب العز لزمه والناموشت منه وخويك جاهد وميزه من الخل واقسم لك قسم مثبوت وحق ذيك الشريفه اللي وقفت على التل هذا المن يجيه الضيف هذا اللي يذبح المطفل ها ولو مرضيف عليه ها ولو مرضيف عليه نعم اللي يذبح مطفل بصوتك بصوتك مهارب الله بس شوية زعل من الاخوات لا يصير زعل فانا هاي على متابع الاحوال لا معنى الاخوه اسمع زعلت مره ويا اخوت وشنو صرت بعيد خب تدرون اكو غريب ابدا من الاخوه ولها ولها سهل وسوس للاخوه ولها مها ولها زعلت مره ويا اخوت وشنو صرت بعيد صرت بعيد سكنت ويا الغرب شفت الغرب ما تفيد شفت تتعايد الخوان وانا في يد البواش اصبحت يوم العيد شفت تتعايد الخوان وانا في يد البواش اصبحت يوم العيد وشفت داره وعلى ابن بحلة الطلاب وشفت كثرة ولدهم وابن شفت توحيد شفت داره وعلى ابن بحلة الطلاب وشفت كثرة ولدهم وابن شف توحيد اجون كبارهم حسبالي يعتذرون قالوا وصي ابنك وي ولدنا لا يشيل العيد اجون كبارهم حسبالي يعتذرون قالوا وصي ابنك وي ولدنا لا يشيل العيد قلت لهم يا عمي خاف متوهمين انا ابن مشكلة ما يهز هلوي قلت انا دائما من طبع ما تباهب عمامي لا عز عمامك عز شفت بالريف وسكنت بالمدينة معروفين وهذا السبب ارجعت لا معروفين عمامي قلت لهم يا عمي خاف متوهمين انا ابن النشامة ما يهز هالويد تجارتنا العرك والكاتل ومقتول قلت لهم وملينا الطلايب قلنا ما بيناش ولجل هذا السبب يوم كم سكنت وحيد وحن ابن العمامة وقال اريد عضاي حن ابن العمامة وقال اريد عضاي شفت غيظ على اخوت وصار خف الريش بس غيظ الغريب ايش قد كلف ومشيد ورديت ويا اخوتي وبالسلف حطيت وقالوا لي بخدمتك قول شنو تريد ومن حشمت عضاي على مربع صار الفار مربع والحشم